مساكم الله بكل خير حبايبي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج خروج ليست. حلقتنا هذا الأسبوع ستكون عن خمسة أسباب يجب أن تحدث بناء عرض TLC 2018، حيث سيقام العرض بعد ثلاثة أسابيع وهو آخر عروض WWE لهذا العام، ويتميز بوجود عدة مباريات خاصة كمباراة السلالم، مباراة الطاولات، وبلا جدال مباراة TLC الأسطورية، ما يجعله أكثر عروض السنة تشويق وإثارة ومتعة. معكم أنا وأهلان، وبسم الله نبدأ. من بعد السيرفايفر سيريس وذميز أصبح يقدم شخصية أقل حدية من شخصيته السابقة، حيث أصبح قريب لحد ما من الشخصية المحبوبة، وهو يحاول أن يكون فريق مع مفوض عرض سماك داون شين ماكمان. لذلك يجب أن تنتهي عليه محاولات تقرب ذميز من شين ماكمان إلى انقلاب شين ماكمان لدور المدير المكروه بعد أن يعتدي على ذميز. خلال هذا الأسبوع تم عرض برومو تمهيدي لنجم عرض NXT لارس سولفيان، وأنه سيتم تصعيده للروستر الرسمي. وسولفيان عرف بأنه وحش عرض NXT، لذلك يجب أن يتم تصعيده لعرض رو ويستغله المدير المكلف بارين كوربن في عداوته مع بران سترومان، بحيث يكون الظهور الأول لسولفيان يتدخل على بران سترومان. في عرض سماك داون الأخير قامت شارلوت فلير بإرسال تهديد صريح لراندا روزي بعدم التدخل عليها في مباراتها القادمة في عرض TLC. راندا روزي في عرض رو سبقتها بتصريح قوي بأنها لن تنسى ما حصل في عرض السيرفايفر سيريز، وعليه يجب أن نشاهد تدخل راندا روزي في عرض TLC لأجل بناء مباراة رسومينيا كبرى تجمعهما مع بيكي لينش. بطل WWE الجديد داني براين أصبح الآن يقدم شخصية مختلفة عن ما قدمه في آخر سنواته، وهي شخصية ما بين الشخصية المجنونة والشخصية الشريرة. وداني براين أفضل من يجيد تقمص مثل هذه الشخصيات المعقدة، لذلك بقاء اللقب مع براين في عرض TLC بحيث تنتهي مباراته مع إيجي ستايلز بأي طريقة تجعل اللقب يظل مع براين سيساهم في تعزيز شخصية براين الجديد. عادت من جديد عداوة سيث رولنز ودين أمبروز، لكن هذه المرة الاثنين متبادلين الشخصيات، حيث أن رولنز يقدم دور المحبوب وأمبروز الآن هو المكروه. وعلي لأجل نجاح انقلاب الشخصيات يجب أن تطول هذه العداوة بينهما وتستمر إلى ما بعد عرض الرويال رامبل، وشرط حدود ذلك استمرار سيث رولنز حامل لقب القارات، وذلك بكل تأكيد سيغضب دين أمبروز. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وأيضا لا تنسوا مشاهدة برامجنا على قناتنا باليوتيوب والاستماع لبرامجنا عبر قناتنا بالساوند كلاود والآيتونز، وتشاركونا آراءكم تحت في التعليقات عن أسباب أخرى ترون تستحق أن تكون ضمن هذه القائمة. كان معكم أهلان، ونلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم، ودمتم بوجه.